نشرف بحضوركم ونتباهى بتلبيتكم لدعوة سواليف البريئة، ونرحب أيضا بالرئيس التنفيذي لشركة زين، شركة زين التي منحتنا فرصة اللقاء بكم في ظلالها الوارفة. اليوم إن شاء الله حنعلن عن أسماء الفائزين بجائزة سواليف الأدبية بدورتها الثانية. بسعدنا وبسرنا بشركة زين أنه نكون داعمين رئيسيين لجائزة سواليف الأدبية منذ انطلاقها. اسمحوا لي قبل أن أتقدم بتهنئة الفائزين بالمسابقة وأدعوهم إلى العمل على تطوير موهبتهم للانتقال بها إلى أفاق عام وأوسع، وأتمنى للذين لم يحالفهم الحظ بالفوز أن يستمروا في تنمية موهبتهم، فلو لم تكن لديهم موهبة حقيقية لما شاركوا في هذه المسابقة. من هنا انطلقت فكرة جائزة سواليف في عام 2011 كجائزة أدبية نامية، وتم تبنيها بتشجيع وشجاعة من قبل شركة زين مشكورة التي سخرت كل إمكانياتها المادية والإعلامية لإنجاح هذه الجائزة. فانعقدت الدورة الأولى في خريف العام الماضي وضمت حقلا أدبيا واحدا وهو القصة القصيرة، ثم استطعنا هذا العام إدخال حقل المقالة الساخرة طامحين أن ينضم الشعر كحقل ثالث في دورة العام المقبل. لجنة التحكيم أو لجنتا التحكيم كانت تضم أكفاء الزملاء في كل في مجاله، فلجنة القصة القصيرة كانت تضم الأستاذ القاص والروائي هاشم غرايبي، أستاذنا جميعا طبعا، والأستاذة والقاصة بسمة نسور رئيس التحرير مجلة تايكي الثقافية، والأستاذ القاص والأديب جعفر العقيلي سكرتير تحرير ملحق الرأي الثقافي. وأما في المقالة الساخرة فقد ضمت كل من الأستاذ أحمد أبو خليل الكاتب الساخر في جريدة العرب اليوم ورئيس تحرير مجلة المستور، والأستاذ يوسف غيشان الكاتب الساخر والمشاغب، هذا هو قاعد بالقرنة، والأستاذ أخيرا وليس آخرا فؤاد أبو حجلة رئيس تحرير جريدة الغد الأسبق وهو الآن في لندن.